الليلة ليلتكم يا رجال، ردوا اعتباركم بين حارات ورفعوا راس حارتكم لفوق. هالمرة غير هذيك المرة، بدي اسمع ولا وين حريمون عم تنوح عليهم كلياتهم. لا يكون لك فكرة عقيد، رجالك اجوا ليبيدوا وشك قدام كل الحارات. كفو وهلا ليها عقيد. رجال حارة الضبع كلها برات الحارة، وين راحوا؟ شي راح صوب الشرق وشي فات بين البساتين. لك ليش هيك عم بيصير؟ ابو الحكم مور عقيد، تاخذ نص رجال مشاق على البساتين بتنطلون هنيك. ابو غالب بتاخذ البقيه مشاق على النهر. ايه من شفته بتعمل له لازم تحرك، ولا عم بستناكم هون. يلا يا رجال سرعه يا رجال. انا مجهز لهالليله هي. وين راحوا؟ طوليك انتو صحوا يلا. مو هون محلي، لا والله مو هون. الله يسامع اللي كان السبب لك. انا واقف انطر هون بس شو علي، المهم الدرب امان والله يكمله وينهيه على خير. ميت أهلين بالشباب وألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عقيد. كله تمام؟ كله تمام. استلم عقيد. استلمنا معتز. ايه حاضر. مهون يلا معه. الله معكم شباب. يا الله يا رب. يلا خال يلا همه. افتح له. ايه. عبدو. عمرك عقيد. روح خلي أبو قاسم وأبو حاتم يرجعوا أوام. صار. يلا على السرير. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. يا سريع حطوا عندك هون. الحمد لله الله يحميكم. عبدو تاخذ هذا الكيس وبوشك على بيت الأرملي ام فاضل، بتوصله لهنيك وبتنبه عليها، إذا بتموت من الجوع هي وولادها، هذا الكيس ما بينفتح، شو فهمت؟ عمرك عقيد. يلا اتكل على الله. يلا شباب، شيلوا هذا الكيس والحقوني. دعي لنا عقيد. الله مع رجال. أبو حاتم. عيوني. هذا الكيس بمعيتك، عالبستان. أحكي أمرك. سلام. فاطر. يلا. يلا نشوف. يلا شباب همي همي شباب يلا. يلا يلا. يلا الله معكم. سريع. يلا يا رب. يلا. خال. روحي إلك خالي. هذا الكيس إلك. وبتعرف شغله. أنا اللي بعرفه. يلا. شباب. يلا يا رب. يلا يا رب. الله يعمي عنكم. الله
شايف لا في لا هابوب ولا دابوب، مو مبين حدا منهم. امشوا نحمل دور طريقنا ونرجع. قوموا. واقف عندك ولا؟ وقعتوا ما حدا سمع عليكم يا اولاد حارة الضبع. انت شو جابك لهون هلا؟ يا كسر راسك وعلم عليك وعلى حارتك كلها. مو وقتك هلا ابو الحكم، لف يستر عرضك. بالعكس هلا وقتي. استنوني. أب بشير. أمور عقيد. هذا الكيس بمعيتك بتحطه عندك بالفرن. ادعينا عقيد. يلا شباب. مهونة. اجا ابو حاتم وام مرزوق. وينه؟ هون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طمنوني. كل شيء تمام عقيد. الكيس صار بالبستان والكيس الثاني صار بالقهوة بقفى كرسي الحكواتي. الله يعطيكم العافية. شو ما لقيتوا حدا؟ ما في حدا بنوب عقيد. وين بيكونوا راحوا؟ ما في بالعادة يطلعوا كلياتهم برا الحارة. البركة كان عاملين شي خناقة عقيد. خناقة؟ بجوز. بس وين ابو الحكم لهلا ما بيان؟ لا تخاف عليه عقيد، معه رجال بتاكل الاخضر واليابس، هذا اذا شافوا حدا. السلام عليكم. شو معتز بشير؟ وصل لمطرحه خالي. عبدو وينه لهلا ما بيان؟ هدي حالك عقيد، ما بقى الا يجي. عبدو لك هالسيرة كلها ما فاتت بعقلي. شلون بيقدروا عليكم وبيخلصوكم الشوال؟ شلون؟ شلون على غفلة يا عقيد، على غفلة. كانوا أكثر منا كاتروا علينا، ولولا ستر الله كنا رحنا فيها. خلاص ما كان هاد عشمي فيك يا عبدو. تستغني عن روحك وما بتستغني عن الشوال. والله ما قدرنا يا عقيد، والله العظيم ما قدرنا. عمل لك خلاص. كنت مفكرك رجال. روح من خلتي انت وهالولاد اللي معك، الله يسود وشك انت وياه وياه. يلا اطلعوا من خلتي. ركن. درب سد ما يرد. طول بالك يا اخي، عبده ابضاي واللي قدر عليه سوا وشه بدل على انه متكامش هو ورجال ابو النار، بس بيظهر تكاتروا عليه وما قدر عليه هون. حاجه تقول لي ابضاي بقى ابو قاسم؟ شلون يعني ما قدر عليه هون؟ هلا هيك صار. لا مو هيك صار. ان شاء الله مفكرني رح ابسكت يا ابو قاسي. مرني اخي، ولي بدك يا بيصير للشوال بده يرجع والليله بنرجعه. بس شلون؟ روح انت وابو حاتي لموني كل رجال الحاره، انا هلا جاي على الحاره. بس ما في بس، عجل يا ابو قاسم قبل ما يفتحوا الشوال ويشوفوا السلاح. يلا رايح. ها وعلمت لك عليه وعلى كل حارته. بري عليك ابو الحكم ابضاي. قال شو بدي رد لي اياها؟ ترى تعال كانك رجال. ما رح يجي ولا لك رح تشوف وشه. ليش انا ما بعرف؟ شو هذا ابو الحكم؟ هذا كان مع عبده عقيد. بس نحن ما رحنا لنسرق الحاره. عقيد انا شاكك بعبده، كون سارقه مش يقرني. عبده ما بيعملها. لكن ليش نقله بالليل؟ كان يخليه بالنهار قدام الناس. ابو غالب افتح الكيس، وانتو كل واحد منكم على بيته. يلا مع السلامه. شو بدنا نفتح فيه عقيد؟ كله كيس. انا اسمع الكلمه وافتح الكيس. خلصني منه. امرك امرك.
الأهالي عم يهربوا سلاح مشان يقاتلونا فيه عقيد. أبو الحكم مور عقيد، رجع الكيس مثل ما كان. وسلاح عقيد رح يضل عنا. يا عين عليك يا عقيد. لكن لازم نحمي حالنا منه، وبالأخص أبو عصام. أبو الحكم مور، سوي ما قلت لك، سكر الدكان. وأنت هات اللي بيدك والعادي. أمرك عقيد. شوار شباب، هاي الشوال بدي شدوا فيها الحارة أوام. يا بي مشكلة كبيرة كتير، كبيرة كتير يا بي. مشكلة شو أبي؟ رجال أبو النار سرقوا شوال قمح من عبده يا أبي. إيه. وخالي أبو شهاب لم الرجال وراح على حارة أبو النار. أنا راجع على الحارة يا أبي. معتز استناني شوي أبي، رايح معك. أخذوا شوال كمان؟ بعرف. بتعرف حكي؟ ايه ابو شهاب ما ببيتها بس راحت عليهم. ماجد وينه؟ ومسكر محرسه كمان. ها هي صفيرته جاي من ناحية المضافع عقيد. اي والله قلبي مو مطمئن. طيب خلينا نفوت نشوف شو صاير عقيد. هلا خلصونا وخلينا نتيسر بلا ما يحس عينا ابو ماجد. بيكون احسن. يلا
ماشي. ماذا يوجد في هذا الكيس؟ هذا الكيس اللي صباح الخير. شلون لقيت النوم عنا؟ مريحة ما؟ لا مريحة كثير. يلا بكرة بتتعود عليها بالقلعة. مشنقته بيده كراميل الحرام. طب حصان شلون عليك؟ معتز يا ابو قاسم معتز. ايه والله وان عم اربع بضايات جايبه معه ليش بدله؟ طيب السلاح وين والموريد وين هون؟ لا ما قالوا الاكياس اللي عليها علامه خط بتكون هي معبايه. ايه وهي الكيس اللي عليها علامه. ايه وين الخربطه؟ ايه بجوز اللي معبيه مخربه تجلى من لا يخطئ قاسم. اخير السلاح متاخذ من الكيس وحاطين محله الامان. شلون بقى؟ ابو النار ما في غيره. طب نقطع وقتنا يا جماعه. طب شو هالحلقه؟ ما في شيء مصدر على اخي هو غريب. قصة السلاح فيها أخبارية، والفرنساوي مراقب وعنده علم وما رح يمضي على خير. البوارين عند أبو النار، بس هلأ ما رح أقرب ناحيته. ماشي، الأيام جاي جاي أبو النار. وأنا شو طالع بإيدي يا مو؟ والله لو ما كانت حماته حرمة لكن فرجيتها شي ما شافته بكل حياته. والله الله يصطفل فيها. أنت لا تزعلي يا مو، بإذن الله هلأ بيكون طلع من الحبس. وين رايح يا مو؟ رايح لعنده أخذ له شوية أكل. ارجع طمني عليه الله يرضى عليه. أمرك يا مو أمرك.